بحث وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار مع وزير التعليم السعودي حمد بن محمد الشيخ تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وأكد عبد الغفار استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم. وأعلن الدكتور عبد الغفار عن بدء الدراسة هذا العام في جامعة الملك سلمان، والتي تضم العديد من البرامج المتميزة في عدة مجالات منها إدارة الفندقية والهندسة وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وهندسة المياه والبيئة وغيرها من البرامج التعليمية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالجامعة والتي تعد بمثابة مشروع تآخي بين البلدين.